النهارده كان في مؤتمر صحفي مهم جدا لرئيس الوزراء بمقر الحكومه بالعاصمه الاداريه الجديده، وعلى فكره ده اول مؤتمر يحصل في العاصمه الاداريه الجديده. المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء كان عنوانه الرئيسي هو الاسعار. طيب الفتره اللي فاتت دي المفروض ان الاسعار نزلت 27%، فجاه لما الدولار علي فطبعا الاسعار زادت بشكل كبير جدا، وبعدين المفروض انما الدولار ظبط في السوق وظبط في البنك وظبط في السوق السوداء وفي كل حاجه، المفروض ان الاسعار نزلت 27%. طيب هل نزلت 27% في كل الاسواق؟ انا دلوقتي ادخل عندي اي سوق، اي سوبر ماركت، اي فرارجي، اي حد بتاع لحمه، هلاقي ان الاسعار نزلت فعلا، ولا هلاقي نزلت هنا بس ما نزلتش هنا والاسعار هنا مش زي الاسعار هنا؟ المواطن ملوش دعوة بالكلام ده، مش المفروض ان هو يسمع الكلام ده. المفروض المواطن ان الاسعار نزلت 27% اي مكان يدخله يلاقي ان الاسعار فعلا نزلت. اتقال النهاردة كلام مهم جدا في المؤتمر عن ضبط الاسعار وعن ضبط اسعار السلع، وانه كمان عايزين ان الاسعار تنزل اكتر من كده. معايا دلوقتي على الهاتف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء. يا سيادة المستشار اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. طيب اخبار حلوه قوي ان احنا نسمعها ان الاسعار نزلت، واخبار حلوه قوي ان احنا عايزين انه في جميع الاسواق في جميع المناطق تبقى الاسعار واحده، اسعار موحده، ولكن احنا عايزين نعرف ده هيكون مسؤوليه مين ان الاسعار تكون موحده؟ اتفضل يا فندم. يعني حضرتك خلينا نفرق ما بين ان الاسعار تنخفض، ولكن فكره انها اسعار موحده يعني خلينا نتوقع ان يكون في تغيير طفيف في بعض الاسعار ما بين بعض المناطق. يعني على سبيل المثال الاسعار في المدن والعواصم الكبرى مثل القاهره ممكن تكون منخفضة نسبيا أكثر شوية من المحافظات الحدودية، لأنه زي ما حضرتك عارفة بيكون في تكلفة نقل، لكن طبعا الفرق بيكون فرق طفيف جدا بيعكس تكلفة النقل. لكن النقطة المهمة هي أنه الأسعار سواء في القاهرة أو كافة محافظات الجمهورية سواء انخفضت بنسبة كبيرة، السلع الأساسية انخفضت بحوالي 27%، الأسعار كافة السلع بصفة عامة انخفضت حوالي 22%. إزاي نضمن أنه الأسعار تظل منخفضة حتى لو في فرق طفيف ما بين أسعار السلع في المحافظات الرئيسية والمحافظات الحدودية؟ هو عن طريق آليات الرقابة. آليات الرقابة موجودة في مجلس الوزراء من خلال الدور المتابعة اللي بيقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. هناك أيضا آليات جهات رقابية زي جهاز حماية المستهلك، وزارة التموين، وزارة الداخلية، إلى جانب الدور الرقابي للمواطن من خلال التطبيق الإلكتروني اللي أنشأه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اللي هو اسمه رادار الأسعار، واللي قام بتحميله حتى الآن حوالي 21,000 مواطن، وبيستطيع المواطن من خلاله الإبلاغ عن أي مخالفات في أسعار السلع. طيب إيه أهم النقاط اللي اتكلمتوا فيها النهاردة في المؤتمر؟ إيه اللي يهم الناس جدا أنتوا قلتوه بخصوص الأسعار تاني غير ده؟ أهم حاجة قلناها خلال المؤتمر الصحفي هو أنه يعني أوضحنا أنه مبدئيا أسعار الخبز السياحي تم الاتفاق على الأسعار، تخفيض الأسعار بدءا من إن شاء الله من يوم الأحد المقبل. معالي وزير التموين سيصدر قرار بالأسعار الجديدة وسيبدأ تطبيقها إن شاء الله بدءا من يوم الأحد. الأسعار بتعكس انخفاض في الأحجام المختلفة للخبز بحوالي بتتراوح ما بين 30 إلى 40%. في نقطة مهمة تانية مرتبطة بتأكيد دولة رئيس الوزراء أنه الدولة ستتابع خفض الأسعار. أسعار الجملة في الحقيقة انخفضت بصورة أكبر من أسعار التجزئة بنسب تتراوح من 30 إلى 40%، وبالتالي هذا الأمر سينعكس خلال الفترة المقبلة على مزيد من انخفاض أسعار التجزئة السلع لدى محلات التجزئة. وإن شاء الله يعني الانخفاضات في أسعار لدى السلاسل التجارية انخفاضات سنشهد انعكاسها أيضا لدى محل البقالة الصغيرة خلال الفترة المقبلة. طيب التجار اللي بتخزن السلع
يا سيادة المستشار، التجارة اللي بتخزن السلع وعشان خاطر تتلاعب في أسعارها في السوق، إمتى هنتخلص من الظاهرة دي؟ يعني خلينا مبدئيا نقول انه هناك حتى لو في بعض التجاوزات بتتم من بعض التجار، لكن هناك عدد اخر كبير من التجار التزموا بما تم التوافق عليه. لكن كما ذكرت حضرتك، حتى لو في قله فهنا بياتي دور الرقابه التي تقوم بها الدوله لضبط المخالفات. ودوله رئيس الوزراء اوضح انه خلال الفترة المقبلة سيتم التعامل بحسم مع أي مخالفات. طيب. وعلى سبيل المثال هناك أيضا آلية أخرى بتقوم بها الدولة لمواجهة أي محاولات للاحتكار أو إخفاء السلع من خلال ضخ مزيد من السلع في الأسواق. ولذلك الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية الإفراج عن سلع غذائية من الجمارك المصرية. أيوة. بأكثر من سلع أساسية بأكثر من 8 مليار دولار، وبالتالي الرقابة مع إتاحة المزيد من السلع ستسهم في القضاء على ظاهرة تخزين السلع أو رفع أسعار. طب التاجر اللي يتمسك وهو بيعمل كده بيكون إيه التصرف معاه؟ التعامل معايا فندم، يعني على سبيل المثال لو التاجر امتنع عن انه يضع الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلعه، فده بيضعه تحت طائله الماده 71 من قانون حمايه المستهلك. وهذا الامر بيترتب عليه مخالفات بتصل الى الغرامات والحبس، وبتكون المخالفات او الجزاءات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون حماية المستهلك هي جزاءات متدرجة. فإذا هناك يعني تعامل صارم، وإن شاء الله الدولة عازمة على الاستمرار في متابعة أسعار السلع في الأسواق. طيب السلع الأساسية أو السلع اللي احنا متأكدين من أسعارها، أنا عارفة أن كيس الرز ده أو كيس العيش ده أو كيس السكر ده أنا متأكدة أن سعره كذا أو مكتوب عليه، ولقيت التاجر بيبيعه بسعر مختلف، أتصرف إزاي؟ حضرتك المواطن هنا الدور الرقابي اللي أكد عليه دولة رئيس الوزراء أنه من خلال التطبيق اللي أنشأه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التطبيق اسمه رادار الأسعار، في حوالي 21 ألف مواطن قاموا بتحميل التطبيق، ونأمل أنه من خلال انتشار التطبيق يستطيع المواطن أنه يبلغ عن المتجر ويبلغ عن موقعه وكمان يبعت صورة من السعر المخالف. في هذه الحالة بمجرد الإبلاغ عن المخالفة بيتم التعامل معها فورا. ودولة رئيس الوزراء أوضح أنه خلال بيتم التعامل معها إزاي؟ بيتم التعامل من خلال التواصل مباشرة مع اتحاد الغرف التجارية وإبلاغ الجهات الرقابية للنزول ومحاسبة المتجر المخالف. وده تم بالفعل مع أحد المتاجر مؤخرا، وصلت لمجلس الوزراء شكوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وتم التعامل معها بصورة فورية وتغيير الأسعار. وإيه اللي حصل مع التاجر بقى اللي كان مغير الأسعار؟ تم إلزامه يا فندم بتغيير الأسعار طبقا للمبادرة، لكن بدءا من الفترة المقبلة سيتم التعامل بالحزم وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، سواء كما ذكرت الغرامات، الحبس، وكذلك مصادرة السلع المخالفة. أنا أقصد إن في يعني جدية المرة دي، أو في آليات تنفيذ حقيقية موجودة المرة دي لضبط الأسعار في السوق. مظبوط؟ بدون شك يا فندم، وده امر اعلنه. طيب. دوله رئيس الوزراء بكل صراحه خلال المؤتمر الصحفي. المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، بشكرك جدا على المداخله، ونتمنى اكيد ان يكون في اليه حقيقيه، اليه بتنفذ الكلام اللي بيحصل ده. من حق كل مواطن موجود ان هو يجيب الحاجه بسعرها الحقيقي، ما يدفعش زياده عليها. بما ان الاسعار نزلت المفروض ان احنا نستفاد من حاجه زي كده، لان في تجار بتستغل الوضع، ولما الأسعار بتنزل ما بينزلش أسعار، زي ما بيقولك الحاجة اللي بتغلى عندنا ما بترخصش مرة تانية. فأدام هي رخصت المفروض ان احنا كلنا نستفيد من ده. فأنا بشوف كمان ان السوشيال ميديا مؤثرة جدا، يعني واحدة فيكو دخلت هايبر ماركت ولا دخلت عند اي محل تشتري اي حاجة، لقيت سعرها اغلى من المفروض ان يكون سعرها، تقوم عاملة مصورة ومنزلها على السوشيال ميديا. بما ان السوشيال ميديا بقت مؤثرة بشكل كبير جدا. على فكرة الموضوع ده بالنسبة للدولة موضوع مهم، وهم عايزين يضبطوا الأسعار في السوق فعلا، وعايزين الناس تشتري الحاجة وهي مبسوطة. فعشان كده بقول اللي يشوف حاجة أغلى من سعرها
بلغي على طول، بلغي فورا. طيب